السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أو صباح الخير حسب ما بنتقابل إمتى. إن شاء الله تكونوا كلكم تمام. النهاردة هنتكلم مع بعض عن مجموعة من الحقائق والأرقام حوالين الكانسر ومجموعة من التعريفات المهمة اللي بتهمنا في علم علاج الأورام. في البداية أنا عايزة أرحب بكم في بالطو وأقول لكم إن في بالطو هتقابلوا معلومات طبية كتيرة جدا ومجموعة من الأسئلة والإجابات المتعلقة بعلاج الأورام. في البداية بس عايزة أقول لكم حاجة كانت بتعجبني جدا، كلمة لتوماس إديسون كان بيقول I have not failed, I have just found 1,000 ways that won't work. يعني هي الكلمة دي معناها أن تكرار المحاولة هو السبيل الوحيد المؤدي إلى النجاح. لو كل واحد مننا فضل يحاول ويكرر المحاولة قطعا هو هينجح وهيوصل للهدف. لكن في كلمة تانية شهيرة بيقول فيها إنه قد ايه الناس بتبقى مش عارفه هي قريبه قد ايه من النجاح لما بتوصل لشكل من اشكال اليأس وبتتوقف عن المحاوله. يعني ممكن جدا نبقى كلنا اقتربنا من الهدف وما احناش مدركين ان محاوله مره او محاولتين كمان هنوصل اللي احنا عايزينه. احسن حد فينا هو اللي هيقول انا لم افشل، يعني هو هيقول انا حاولت وحاولت وحاولت لان انا ما فشلتش، انا بس لقيت 10,000 طريقة او 10,000 وسيلة، لكن مش هم دول اللي هيؤدوا الى النتيجة المطلوبة. يمكن في المرة اللي بعدهم هتؤدي توصل للنتيجة المطلوبة. تعالوا بقى نبتدي النهاردة نتكلم عن مجموعة عن السرطان زي ما اتفقنا. واول حاجة هنتكلم فيها هي الـ WHO PACS أو منظمة الصحة العالمية والأمريكان كانسر سوسايتي أو الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام، واللي كانوا دون تقرير في بداية سنة 2023 عن مرض السرطان، وكان يقارب العدد من حوالي 2 مليون نيو كانسر كيس، يعني في حوالي 2 مليون حالة جديدة من حالات السرطان، وفي كمان حوالي 5,370 حالة كأنها كل يوم من تعداد الحالات الجديدة لتشخيص مرض السرطان. طيب بالإضافة إلى 55,720 نيو كيس من الداكتال كارسينوما إنسايتو اللي هو مرض سرطان الثدي في السيدات واللي يعتبر في ستيج زيرو أو في ما قبل المرحلة الأولى، وفي حوالي 90,000 نيو كيس من الميلانوما أو سرطان الميلانوما اللي بيظهر على سطح الجلد. إذن تعداد هذا المرض مازال طبعا تعداد عالي، وزي ما هنتفق مع بعض ان التعداد الارقام العاليه ممكن تتعلق ببرامج الكشف المبكر عن السرطان في المراحل المبكره. ممكن جدا الاقي انه في حقبه كان فيها مرض السرطان قليل وبعد كده اكتشفنا ان هو بيزيد، مع انه في تحسن وابديتس في وسائل العلاج وتحسن في نسب الشفاء العالميه وتطور هائل في قطاع الادويه. طب ده يفسر ايه؟ يفسر انه اصبح فيه برامج للكشف المبكر عن السرطان، وهذه البرامج بقت بتكتشف المرض في مراحل مبكره. فده يظهر كانه في انعكاس لزياده في تعداد الحالات الجديده، وان كان مش هو كده خالص، وان كان هو زياده ويصحب ايضا نسب عاليه جدا من الشفاء والتعافي من هذا المرض. لو تابعنا الـ Curve of the Incidence أو ظهور الحالات الجديدة سواء Male Incidence أو Female Incidence، هنلاحظ إنه من سنة 1975 يعني التعداد وإن كان متحرك ما بين الزيادة والنقصان in Male and Female، ودايماً بنحسب الـ Incidence أو ظهور الحالات الجديدة per 100,000 population. تمام؟ فهنلاحظ مثلاً إنه الـ Incidence كان بيزيد في أوقات زي مثلاً سنة 1990 بظهور بقى الالكترون مايكروسكوب وبظهور يعني تطورات عديده في مجال الاشعه والتشخيص وهكذا، والمورتاليتي او نسب الوفيات بدات طبعا تقل بظهور وتنوع وتطور العلاجات وخاصه العلاج الكيميائي والادويه الموجهه. طيب ازاي ممكن نفسر انه الانسيدنس في وقت من الاوقات زاد في مثلا 2015، يعني او 2010 2015 حصل مثلا increase في الانسيدنس؟ مثلا زياده الانسيدنس او زياده ظهور الحالات الجديده ممكن يرجع في وقت من الاوقات الى برامج التشخيص المبكر،
برامج التشخيص المبكر اللي بتكتشف المرض في مراحله الأولى، وده طبعا بيدي انطباع عام لأنه في زيادة في نسب حدوث السرطان، لكن طبعا الزيادات اللي بتبقى مصحوبة بنسب عالية جدا من الشفاء بيقل معاها المورتاليتي أو تعداد ونسب الوفيات. يعني الأمريكان كانسر سوسايتي برضو استيميشن بين المان والومن في المورتاليتي والير اوف ديث، هنلاحظ ان احنا كان من بدايه سنه 1975 لحد سنه 2020 لو كنا بنتتبع الكيرف مثلا، والكيرف كان يعني اتس جو ريجولر ابورد، فاحنا هنلاحظ انه في ديكلاين في المورتاليتي حقيقي، وده بسبب ظهور الادويه الحديثه والادويه الموجهه، وكذلك ده حصل انفيميل، لكن هو من الواضح انه المورتاليتي من البدايه انفيميل تعتبر اقل، فالجاب ده ما يشكله المانجمنت او التريتمنت. طيب what about the COVID era؟ كنا بنقدر نتعامل مع الكانسر على انه المتسبب الرئيسي وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية في 2019 كان هو السبب الرئيسي الأول أو الثاني للوفيات قبل عمر السبعين عام في حوالي 112 من تعداد 183 دولة، and ranked third or fourth في باقي 23 دولة، يعتبر السبب الثاني الثالث والرابع للوفيات في تعداد الوفيات في عمر ما قبل عمر السبعين. طيب الـ Cancer Rising Performance أو Prominence sorry is a leading cause of death partly reflect market decline mortality rate for stroke and coronary heart disease relative to cancer in many countries. وكان يعتبر الأسباب الرئيسية أو مسبب الوفيات الرئيسي طبعا هي السكتات الدماغية وجلطات القلب، ولكن الحقيقي إنه بدأ السرطان يحتل مسبب رئيسي للوفيات زي ما اتفقنا كالسبب الثاني أو السبب الأول للوفيات في جملة وفي عدد كبير جدا من الدول. طيب تم اتفق برضو على شوية تعريفات تخص علم الأورام وعلم الوفيات، ويعني هل هناك جزء من علاج السرطان أو من السرطان يمكن الوقاية والتعافي منه؟ أيوة، في جزء كبير جدا من السرطان could be prevented actually في large percentage of cancer are prevented. يعني تعالوا نتكلم على إنه في مسببات عديدة من أهمها على الإطلاق اللي إحنا عارفينها على الأقل التبغ أو سموكينج التدخين، والتدخين مش بس بيتسبب في سرطانات الرئة ويتسبب في سرطانات يعني الجهاز التنفسي، ده بيتسبب في أكتر من 9 أنواع من أنواع السرطانات، من أهمها طبعا على الإطلاق البلعوم والحنجرة والرئة، وحاجات تانية بيتسبب فيها التبغ لو في ناس بتستخدم التبغ ده أورال، يعني في ناس بتمضغ التبغ والايتن وكده، فكل ده برضو بيتسبب في سرطان الفم والبلعوم بالاضافه للمريء طبعا والرئتين. فمثلا من احدى وسائل الحمايه من هذا المرض التوقف التام عن التدخين والتعرض للملوثات، وحتى يعني محدش يبقى فيه تدخين سلبي بيقعد جنب المدخنين، لان دي تبغى من المسببات الرئيسية لحدوث مرض السرطان. حاجة تانية طبعا اللي تهمنا جدا هي الحفاظ على نمط حياة صحي أو وزن صحي أو مؤشر كتلة جسم صحي. زي ما اتفقنا إنه في أكتر من 13 نوع من أنواع السرطانات بتتسبب فيهم زيادة مفرطة في الوزن. الإصابة بالفيروسات، وحاليا بقى في باكسينز بناخدها علشان سرطانات الكبد والـ HPV فيروس وأنواع عديدة من الفيروسات المتسببة في حدوث السرطان. تمام، التعرض الغير آمن للشمس خصوصا ما بين الساعة 10 صباحا والساعة 4 عصرا، مهم جدا إن إحنا في الوقت ده نحاول يعني لو في تعرض للشمس ويعني ولا محالة لازم يعني الملابس بتاعتنا تحمينا من الشمس، نستخدم كريمات واقية الـ SPF بتاعها يعدي 30 كده.